الأستاذ غازي مرابط، عرفناك في قضية ولد الكنز، اليوم نلقاوك تترافع على مينا فيمان. العبيد الكل تتسائل، ولا خلينا نقولوا شنو هو اللي خليك تلتحق بالقضية هي؟ الحاجة الأولى للعائلة، معناها سي بو أمينة طلب مني وأمها وكذلك لجنة المساندة على رأسهم أمينة بن أمين. الحاجة الثانية، أنا محامي، مش لازم نكون نتبنى القضية بالضرورة، معناها باش نرافع عليها. الحاجة الثالثة اللي كيرا فما مناضلات كيما الأستاذة رادية مصراوي والأستاذة ليلى بدبي إلى جانب المحامين والمحاميات الآخرين، هذا يأكد لي أن القضية هذه قضية عادلة ولازم يكون فيها. بعد ما طلعت على الملف ظهر لي معناها اللي لازم نكون معاهم باش نعاون، ومعناها لغير طبيعي أنه أمينة تزيد أيامات أخرين في السجن. أستاذ غازي، نمشي شوية للتفاصيل متاع القضية هذه. نعرف الكل اللي أمينة سبوعي حكمت من أجل حيازتها لقارورة غاز مشل للحركة على أثر الواقعة في مدينة القيروان، وكانت الحكم خطية مالية. اليوم العباد الكل تتسائل شنية بقية التهم الموجهة لها، وشنية حقيقة آخر تهمة اللي داولت بعض معناتها الصفحات في الفيسبوك ولا في المواقع الاجتماعية، أنه على أثر عركة صارت في السجن وأمينة كانت فيها طرف، تزيدت تهمة جديدة لأمينة سبوعي. الكلام اللي باش نقوله هذا كلام موجه للطلبة في الحقوق. أمينة شافت تصنيف الجرائم الكل، تعديت من الجناية إلى جنحة إلى شبه جنحة، تعديت من أنواع التقاضي الكل، درجات الكل، توا بريسك معناها المحكمة الابتدائية بالقيروان، المجلس الجناحي، قاضي التحقيق، الاستئناف سوسة، دائرة الاتهام سوسة الأسبوع القادم، والغدوة باش تحال من أجل جريمتين جدد كما قلت أنت، في زادوهم لها لفقوهم لها في الحبس أكثر من هذاك. تنقول لكم بعد شنو اللي صار، محالة من أجل الفصل 125 من المجلة الجزائية، هذا مجال موظف عمومي بالقول والإشارة والتهديد، والفصل 245 والفصل 247 من المجلة الجزائية المتعلق بالقذف العلني. الغدوة باش نفاجئوا الرأي العام، باش نكشفوا حقائق خطيرة جدا، باش تثبت معناها اللي أمينة موقوفة في قضية معناها أبار التحقيق هذه اللي مازالت على ذمتها. القضية متاع غدوة خطيرة جدا بالرسمي، معناها تو تشوفوا غدوة الكلام اللي باش نقولوه معناها في الترافع، في الترافع اللي يثبت اللي القضية هذه اللي ملفتين لها حرام عليهم. هذه بنية ككل تونسيات، هذه مراهقة شخصيتها قوية كما المراهقات الكل اللي عندهم شخصية قوية تعبر عن رأيها، وكهو معناها تنجم تكون أختي، تنجم تكون أختك، تنجم تكون بنت خالتي، بنت عمتي، معناها وكهو. أستاذ غازي، فما لهنا التفصيل الصغير، ثلاثة ناشطات متاع فيمان الأجنبيات اللي كانوا جاوا لتونس وقاموا بالتعري أمام المحكمة الابتدائية، ثلاثة ناشطات هذا تم إغلاء سبيلهم، مع العلم أن أمينة فيمان لم تقوم بالتعري سوى في الصور التي نشرت على الفيسبوك، يعني لم تتعرى أمام المحكمة أو في الشارع أو يعني أمام العموم. اللي يخليك في شيء هذي تشك يعني في القضاء اليوم في تونس وفي مدى استقلالية القضاء التونسي، وهل هو قضاء انتقائي بما أنه بنت البلاد موجودة اليوم في الحبس وثلاثة ناشطات أجنبيات بحكم تدخل أجنبي وخطاب علي العريض اللي نذكره في بلجيكا واللي كان وعد به بخروج ثلاثة ناشطات هذوما ومن بعد بأيام قليلة يعني خرجوا. أنا ذكركم اللي هي معها كانت عندها قضية تحقيقية من أجل ثلاثة تهم، فصل 131 و132 و167 و226. بعد ما مشيت نهار الجمعة للقيروان القاضي التحقيق صدر قرار ختم البحث، حفظ التهم المتعلقة بتكوين عصابة وتهمة التجاهر بالفاحشة، وخليلها تهمة واحدة اللي هي تدنيس المقابر. نرجو احنا للصورة اللي توا نجم نوريها لكم، هي موجودة على الأورديناتور، معناها ما خليلها كان تدنيس المقابر. نشوفوا شنية تدنيس المقابر، نلقاو حيط هكا كبرو مكتوب عليها كلمة فيمان
فمان اللي هي جمع فام باللاتينية وفام ماهيش كلمة خايبة وانا نذكر هي كلمة مرة بالرسمي معناها هاو خسارة طبعا نجم نحل وحدينا توا ونوريك التصويرة باش يكون الرأي العام يفهم اللي راهي على حيط هكا كبره اللي هو خارج المقبرة وأكبر قبر ليه 12 متر على الحيط هذا معناها أنا كان هذاك القبر وكان الحيط هذاك نعتبره قبر معناها نجم العباد تمشي تقرا الفاتحة عليه مثلا هي الصورة كانت تداولتها معناها تعديلها على الصورة نتخيل العباد يكون متذكرينها معناها تعبير زمان احنا نعرفوا توا كان نمشيو للجلاس نلقاو الحيط كله مكتوب عليه معناها دي غرافيتي ومكتوب عليه جروبات نتاع كوره كورفانور وانا مرسمي مع الباب وتبارح معناها بعد مشيت لها من القروان من القروان مشيت للسجن المدني بمسعدين باش نزورها عرضوني برشا معناها مقابر فخميه نتاع القرى الموجوده غادي كلهم معناها مكتوبين عليهم كلام زايد زاده مش لازم فهمان كلمه زايد المراه مكتوبه مراه عليها بلغه اجنبيه ما هي ما كان عندنا مشكله مع المراه في تونس على هذيك هي اللي خلاها به استاذ غازي نحب نسالك معناها قلت لي انت كلفت من طرف عائله امينه نحب نسالك شنو موقف عائله امينه اليوم من قضيه بنتهم خاصه انه العباد الكل نتذكروا انه في اخر ظهور ليهم في برنامج لاباس للزميل نوفل الورداني كانوا قالوا بانه امينه بنتهم تعاني من اضطرابات نفسيه هل انت تاكد الكلام هذا وبحكم انك التقيت بامينه في اخر مره الكلام هذا العائله مازالت متشبثة به ولا لا الكلام هذا غلط العائله قالته مش صحيح الأمينة سألتها معناها طلعت على الملف فما اختبار طبي يقول اللي هي معناها تتحمل المسؤولية الجزائية الكل ما عندها حتى اضطراب معناها نفسي هي بيدها معناها تصرح وكنت حاب نقرأ لكم المساج معناها اللي عطاته للشعب التونسي والرأي العام معناها العالمي الكل تقول فيه ما نخافش نقعد في الحبس معناها نقرا لكم كما قالت لي قد كتبتوا بحضورها وقلت لها شنو نقولوا كما قلت لي انت تقول ما نخافش نقعد في الحبس قد ما نقعد ما يقلقنيش انا حره مانيش مهبوله انا يمكن في الحبس لكن انا حره اكثر من برشا ناس برا والحبس مش اصعب اني نشوف تونس موطن ميلاد ديكتاتوريه دينيه جديده